تبيه خلاص. ايه بس تصير افضل من خمسة. لا بذمتك جاني قشعريرة قسم بالله. موقع روكت ليج اكسشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، يجيكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع من زمان عنه، قبل سنه بالضبط، اكثر من سنه، نزلت مقطع تريد الاعمى اللي هو اسوي تريد مع يوتيوبرز ويكون انا ما اشوف الايتمات حقتهم، هم ما يشوفوا الايتمات حقتي. يكون عندنا زي لسته كذا مرتبين عنك، كل واحد يرتب بشكل اللي يبغاه، حط فيها ايتمات جدا نادر وبينها اشياء عاديه، فكل واحد يختار والشيء اللي على حظك ممكن يجي. ممكن يجيك مثلا الفكاب، ممكن يجيك سياره، ممكن ما يجيك شيء. فهذه السلسله باختصار اليوم راح العب مع هيكل هذا الشيء. وقبل ما يبدا المقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، كود الايتم شوف بي اس ال، موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عندهم ارخص من اللعبه. فاذا تبغى تشتري ايتمات، طبعا اكيد 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 اذا انت تلعب روكت ليج كثير ودك بايتمات زي كذا، فموقع روكت ليج اكسشينج ترى ارخص من روكت ليج نفسها، والكريدت عندهم ارخص من اللعبه. بي اس ال يخصم لكم 3% فوق ما انه ارخص. كود بي اس ال في الايتم شوب، لا تنسونا قناه هيكر بالدسكربشن. خلونا نبدا. بسم الله، بايت تريت. بسم الله، جاهز؟ يلا جاهز. حظك انت كويس، ترى ما قد شفت مقاطعك قبل. حظك كويس ولا؟ انت تبي صدق 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 ولا الصدق ولا خوف؟ لا صدق صدق انه سيء. اوكي كويس، يعني سوما ذيك مره جلدني جلد مو طبيعي. طيب وش حاط انت؟ 4 بلاك ماركت زي ما اتفقنا، 5 اكزوتيك، 6 امبورت. اوكي طيب انا حاط لك 2 ميستري بس في الفا كاب. ها؟ برضو في الفكاب. الفكاب وش يعتبر؟ ها والله فلوس. هذا يعتبر والله، المفروض ما اعطيك ولا ميستري، بس حطيت 2 ميستري. احنا اتفقنا 4 بس اني شلت واحد و يعني خليت الفكاب كنا 2 كنا مستريين. والله ما يسوى، كنا مستريين، يسوى كل ايتم. لا يسوى يسوى ان شاء الله، اذا اخذناه يسوى. ان شاء الله ما عندنا بعد. انا عديت جلستي اول ما قلت الفكاب. حط 6. انت واضح تبيه شيء، ترى في ايتمات ثانيه، اصبر. في 6 امبورت. ما اسمع صوتي قط. في 6 امبورت وفيه 5 اكسل. نبدا بس اصبر. والله شوف دقيقه، نتفق كم تبي؟ 8 بس؟ 8 ايتمات. اي 8 ايتمات مني، 8 ايتمات منك. لا ما نضيف، انا ابدا. بسم الله، خلينا نشوف. هذا الفجيع. طيب حجر ورقة مقص، اوكي بس ما في كامل الهيكل. يلا حجر ورقة مقص. ورقة نصاب. عاد تبي تصدق يا عيال؟ كذاب والله، احس كذاب. صدق وش اخترت؟ والله ما اخترت شيء. ليه؟ يلا تبي اختار. يلا حجرة ورقة مقص. حجرة. صوب. قلتها عشان اختار مرة ثانية. قلتها انا بسرعة قبلك. انا ابدأ. ترتيبه كيف؟ A B C D A F G صح؟ A B C D E F. D E F اخر شيء F. بعدين اليسار واحدة. وستة ايتمات. عطني A 3. طيب وين الكفر هذا؟ وين الكفر هذا؟ واضح انه ماجد. ما ادري وش، ما ادري يسوى ولا ما يسوى. شكل غريب والله، شكل غريب. هو لون اكزوتيك. والله اخذ بيسك. اوكي هذا جيبه. شوف انا اشوف. لا والله هذا مو اكزوتيك. طيب لا والله ليمتد والله عملوان. لا والله اللون صاير هنا ما ادري شلون. شباب انا اسف جدا، ليمتد اكزيتك مستانس. شكله من المقطع على طول على اختبار عمل الوان. عمل الوان، عمل كل شيء، عمل بصل مو عمل الوان. يا ساتر. اوكي ليمتد. الحمد لله ما اخذ اكزيتك زي ما قلت. يلا اختار. طيب. انا اختار الصف الخامس. معليش، الاي بي سي دي اي، اي حرف الاي رقم 2. لا والله انك تسوق امها. وش اسوق امها؟ كذاب والله انك تسوق امها. هي تكفى، قل الكذاب. وش؟ يا رب صوتي قطع. اي بي سي دي. اصبر، اي بي سي دي اي اف جي اتش اي ليك. لا انت ايش قلت؟ اي رقم 2. انت الحين اي فوق صح؟ اي فوق. انت قصدك اي بي سي دي اي اف جي من فوق تبدا، ولا اي بي سي دي يسار تكون؟ يا رب يا كريم. بسم الله يا رب. وين ذا واحد؟ اوكي هذا وشو؟ الايتم الثاني تكفى. يا رب يا كريم. انا راضي بامبورت اذا ما صار. يعني الفكاب تاخذ امبورت. هذا والله ما ادري وش، ترى ما قد استعملته بس انه كنا كويس. جربته ذا؟ الو
وانا الفكاب جرب ذا الجلتش امبورت. لا والله ما قد جربته. وش ذا؟ جرب انصحك. بوست ولا وش؟ ايه بوست. يمدحون يقولون انه طيب ما شاء الله. الله قار صراحة. والله انك حمستني على بالي انه باخذ شيء بلاك ماركت شيء. اه تستهبل. انا احسب من اليسار. عرفت يعني؟ واضح ان اليسار اي بي سي دي. لا 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 تفكر. لا تفكر. اصبر. يعني لا تفكر. خامس رقم خمسة. لا تفكر. يعني خمسة. ايزي. يلا. يا ساتر التحليل اخرتها رير. طيب. هذا اللي بيصير بعد شيء. اوكي. اف اخر شيء يمين زاويه. اعطني يمين زاويه ما يحتاج. اف 6 يا اخر شيء يمين. اقطع شكلك. ليش تختار؟ وشو جاك شيء؟ جاني شيء. جاك شيء انت؟ والله انا اللي جاني شيء. والله اختيارك والله مرتبك. والله اني خايف ان الفكاب تروح. باذن الله يا رب يا كريم. يا رب الفكاب يجيني ان شاء الله باذن الله. تستاهل. تستاهل. الله يقطع بيسك. لا تحمس. كم حاط من الاشياء عندي انا؟ كم حاط برتقال؟ انت واجد شكلك حاط. يعني شو تسوي؟ يا حاط ترير يا حاط. زي ما قلنا قبل شوي ما ننسى السالفه ان قلنا وكان يقول لا مو بيف 5 7 قص شوي خلني اركز. 2 1 7 ترقم. ابي لخبط. رقم 2 كنا نقول كنا قاعد العب عليك كل ذا عشان ترى. طيب ابغى الصف الثاني اللي هو بي الهايتم الخامس. بإذن الله الهايتم الخامس بإذن الله. أنا شيء كويس بإذن الله يا رب. طيب هو صراحة والله سيء بس أنه قاعد تاخذ منه ايتمات كويسة صراحة. أنا قاعد أخذ زبالة وأنت قاعد أعطيك شيء كويس. لا والله كويس. راضي صراحة. عندي الكفر بس راضي يعني. أجزت كوين بورت والله شيء جميل صراحة. شكرا الله. ليت مقطع. والله حظي خايس. طع بليزك كل شيء قاعد تجيبه. اصبر طيب. بعد شوي باخذ الالف كاب. الله يستر. والله باقي لك 6 اختيارات واختياراتك خطيره. طيب عطني نفس الايتم اللي خذيته انت اللي هو يعني بي 5. خلينا نشوف هل في شيء بي 5. والله العظيم اني يوم جيت اختار عندك قلت في نفسي ان بيجي بيختار عندي. طيب وش عشان يحسب اني انا حاط زيه. اوكي انت قاعد تمشي على قاعده انك الايتمات حقتك تحطها اختارها مستري صح ولا وش؟ والله شوف ليمتد. انت ايش تتوقع؟ انا اتوقع نفس البقيه اللي حاطهم ذول ليمتد. وش شيء كويس مناسبه 2021 اعطيناك 2017. 2017 الله ياخذ بليسك. والله اختيارات موفقه صراحه. والله يا ساتر يعني المفروض اعطيك 2020 بس والله ما تستاهل. والله اختيارات ما شاء الله تبارك الله برتقاليه كلها. يلا انا خلص البرتقال اللي حقك كامل. الليمتد حقك بيخلص. والله شكلك بتخلصه. لا اي 2 خذيت. اي 2 وبي 5. اي 2 بي 5 3 1 يعني سي ايتم 1. يا رب يا كريم يا رب. ما نطول كلام يا رب. خذ انت شوف تعطيني 2017 وش قاعد تقول كلام. انا اعطيك ورده. حلو مناسبه الشهر الجديد. خذ سنه جديده يا فاري. الصداع جديد. الله يا ساتر. هذا قاعد يحط ايتمات. انا وش اخترنا؟ انت اخترت بي وسي. عطني دي. دي 5 سي دي. اوه قطع شكلك. صدق الحين قطع شكلك هالمره من جد. ولا بعد كل الثلاث ايتمات رين. والله شوف. والله انك بص لا توي فيني ثاني مره. لا توي والله تستاهل. بعد اختيارات هذه تستاهل صراحه. بس اصبر خليني القى الايتم. انا ضيعته. واضح انه خايس. وينك؟ والله شوف انك اما ما عندي واحد. لا تكفى. تستاهل. اوه اورنج. اوكي الله يقهر. كم ماشي فيه؟ ماشي فيه 60 كيلومتر 877 متر. اوكي على طول دخل بي من هنا على الحراج. هنا على الحراج. اصبر يا رب انه ما يسوى. انا احس انه ما يسوى ان شاء الله يعني. كمل. اختار. طيب كم يسوى يا رجال؟ 200 الى 350. اوكي اهم شيء يسوى يعني. والله اهم شيء يسوى يعني. الكفر اللي معطيني اياه على بالك يسوى ذا وقلت هذا حقك ما يسوى شيء. الورده اللي حاطه انت اغلى. الورده والله من جد. الورده ذي اتوقع مرغوبه. عندي ورود زياده والله. انا اقول وفرها الله يحفظك. انا اقول ابغى دي رقم 3. دي رقم 3. يا رب. اختياراتك صراحه اختياراتك جميله صراحه. ها صاير تعرف تختار ما شاء الله عليك. والله شكله وين ذا الايتم. بس اشوفك ان تحتاج صبغ لسياراتك. والله شوف يعني اشياء منوعه صراحه. رير اكزوتيك امبورت فيرير اشياء كويسه. مو زي واحد من الشباب يعني اخذ الليمتد كله. بس ان اخذ دراكو يسوى ايتماتك. لا حلو حلو. لا تنكرني لا اسطرك. طيب اعطني اف 1 2 3 4 5. لا تستاهل. تستاهل بليز. كيف خذيت كذا؟ والله جد جد انا والله ما مصدق. لين اشوف الرايك يا شباب. اذا ما حطيت كود في اس ال كريت الموقع اكسنس ولا ما انت معوضيني صراحه. يا القهر. حلو يا الله يا القهر. حلو
حلو. الحين مين اللي ينقهر؟ مين خلص الليمتد حقك؟ والله يشوف طيب. صح بقلك ربع اختيارات. علم كل يبلا يا رب للفكاب يا رب. انا اختار سطر الاول اللي هو A رقم 6 اخر ايت 6. اوكي كريمي. والله طيب شوف بعطيك فرصة تغير نصيحتك. أعطيك فرصة تغير. طيب غير اختار جنبه ولا تبي تختار جنبه فوقه؟ ما في فوقه. اي 6 في فوقه 5 تختار كذا بالعمدة. اي انا كنت مختارها ترى لا صف كامل صف الاي صف البي صف السي فهم الصاب. والله شباب الحسنة. يلا تبيني اعكس؟ انا ابغى الايتم اللي ذا. لا تبيني امشي على نفس طريقتي انا كنت ابغى في هذا الاختيار ابغى نفس طريقتك وكل الاختيارات نفس طريقتك وانا نفس طريقتي كل واحد له طريق. اوكي بس يا رب يا كريم. طيب تبي نفسه ولا لا؟ لا لا ابغى نفسه شيء ذا شباب. انا والله انا نصحتك عشان والله خذيت خلاص احتر الغرض. انا قاعد ادور صراحه لان سيء جدا واضح انه سيء عشان كذا قاعد اقول غير. تبيني غير؟ خلاص خذها راني صعب والله. اوكي اكزوتيك بنت والله شيء كويس صح لونه سيء وطني كذا هذا هادي مقطع يا وطني والله فكره تصدق اقلب كل سياره خضراء. يلا اختار انت اللي لا اختار. انا اللي اختار اصبر يا مصدق توتر الرجال. طيب. دقيقه كيف الحين امشي على حقي امشي على درب الغرام امشي على عمدان اللي تبي عمود اللي تبي انا بختار زي ما انا مختار. انا بقول انا والله صراحه انا احس الزوايا ما فيها احس الشغل كله في النص. اسمع عطني سي أربعة. والله دمت في أربعة شباب بس ها كان مختار يوم والله والله انك لايك اشتراك على زر التنبيهات اشتراك دائما تويها اخلط منقر صراحة انك بتاخذ هذه الاشياء لاني ناوي اهدي واحد يعني الله يحفظك والله انا داري اوكي ايش كنت دراما كنت بقول يسوي دراما دايم دول اطراف ما فيها شيء صح؟ اي اطراف انا نفسي ما فيها شيء. انا اخترت A واخترت C اخترت دي واخترت اي باقي كيف اف اخترت اي بي سي دي اي اف اطراف ما فيها شيء. اسمع اعطيك نصيحه وتعطيني نصيحه. انا اطراف ما فيها شيء اطراف حقيقه انا اقول اف رقم 3 اف رقم 3 انا اخترته من قبل ولا ها تبيه اعطيك فرصه تغير ولا ما لا 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 عطنا اوكي خلاص خلاص الحين بعطينا وين يا رب عندي من ثلاثه يا رب شيء كويس يا رب. اصبر انت قلت اف 3 صح؟ إيه؟ هذا اف 3 نايس 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 يعني عوضنا شوي حقه. والله اتوقع ان ايتماتي اغلى صارت اغلى اتوقع صح؟ هذا المستر حقك كم يسوى؟ ولا ما تدري؟ والله ما ادري. اوكي باقي لي اختيارين وباقي لك اختيارين. والله صعبه يا اخي صعبه اني القى الالف كاب. ان شاء الله ما تلقاها ان شاء الله اكيد بين 36 ايتم. طيب انا بقول لما الاطراف ما فيها شيء عطني اي واحد. والله ما توقعتها يعني حطيتها كذا قلت مو مختاره اول ايتم تاكد ولا بتغير؟ اختار اختار اي اي ما راح اغير مره والله حلو مره نعال والله انه حلو يعني لا باس هذا حلو لا باس بورت الله. اوكي بورت يمكن نسوي فيه تريد يلا كيف نجيب هذا نحسب نحسبه قبل سي 2 سي 2 يا رب يا كريم ما احتاج اقول لك غير غير لا ما احتاج ما احتاج يا رب يا كريم. اوكي والله يسوى صقعت المايك والله يسوى والله يسوى اكزت بس ما طلع الحين بلاك ماركت يا عيال يستاهل والله انه ايه ترى اغراضك شوف مطلع مني فلوس الحين انت طماع شوف معك بلاك ماركت واحد والله بلاك ماركت اسوء خلينا نشوف بلاك ماركت ذا اللي غثني فيه خلينا نشوف كم يسوى ترى باقي لي اخر اختيار هذا اللي غابني وانا باقي لي اخر اختيار نفسك عادي هذا اللي غابني اني ما اخذيت الا الباك اب للحين تدري تخيل المستري حقك تدري كم يسوى المستري حقك كم 150 الى 250 كريديت ورب الكعبة يعني كفر اغلى منها اوكي هو ماخذ سياره رخيصه انا ماخذ اكسيم مطور شيء كويس ماخذ اثنين بورت انا ثلاثه انا باقي الاختيار بجيب الحين يلا اختر 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 يا رب يا كريم. طيب انا بقول الزوايا ما فيها شيء عطني دي دي فيها شيء ولا دي فيها شيء انت ماخذ منها الكفر ترى رقم 5 اجل خلاص ما فيها حول عندي ترى فيها شيء ما تدري لا 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 انا متاكد خذيت منها شيء خذيت اتوقع منها شيء بس عطني اف 2 انا اقولك تغير صدق دام اخر ايتم غير صدق اوثق فيك اوثق فيك انت تبغى اف رقم 2 صح شوف اذا جاك الحين شيء اخيس منه اعطيك اياه ها اذا جاك شيء اخيس منه اعطيك اياه اعطيك الافضل يعني عندك اختيار ثاني دام اخر اختيار عطني بيه 3 والله شوف يعني انا لازم اعطيك هذا الشيء وشو بعطيك الاول لا ممكن اعطيني الاول ليه الاول الثاني خايس لهالدرجه خايس طيب اصبر اصبر لا خلاص بختار شيء ثاني هذا الشيء الاول ترى ايش الشيء الاول اوه كذاب بينتد والله بس طيب انه توقعت انك بتجيب شيء افضل منه فقلت بعطيك فرصه يعني دام اخر اختيار انا اعطيك فرصه وانا طيب عشان اعطيك الفكاء ما يلا يلا بس الله يشوف
قارفرق فرصني تقول اف. طيب انا احس ان الالف كاب تحت ما ادري احس ان من اخر ثلاث صفوف وانت قاعد تاخذ الاي بي سي دي اعمده صح. انا اقول دي رقم 4 ولا 5 ايش رايك؟ 5 لا تختار 4 ولا 5 مره ما فيها الالف كاب ما فيها ما نبقى اكيد ولا لو صار فيها ترى ارجع بشوف الصور وبطقك طق ما لي دخل. انا قلت لك لا تختار تبي تختار اختار لا ما في شيء اسمه لا تختار عشان الايتم كويس ولا اختار اي واحده 4 ولا 5 عشان اعرف 5 لا تختار. طيب خلينا نختار الحين اي بي سي دي اختار دي صح 4 ولا 5 اي دي دي 4 ولا 5 عشان اقول لك الصدق حلو ولا 5 خلاص ما نبقى لك شيء ثاني 4 ما نبقى لك شيء ثاني قلت لك حاله هو بمرك على كل ايتم. طيب انا اقول لك 4 خلاص اختار انت تكون مو كويس 4 اي يعني خلاص اعطيك اياه اي عطني اياه اللي يصير يصير عاد بس يصير افضل من 5 تبيه خلاص اي بس يصير افضل من 5 لا بذمتك لا امسحها حلو هو صدق انت بعد هيكر صادق لا لا ما صدق انا ابغى الفكاب والله من مو بقال من جد هذا اللي طلع لك والله صادق ما له دخل في الالبكاب اي والله لازم لا فوق ولا تحت لا 4 ولا 5 اي لا 4 على 5 الارب 5 هذا اصلا خمسة ذا والله العظيم اني جاني قشعريرة قسم بالله هذا الفا مو بكاب تدري الفا كاب وين احس ان اخر واحد اخر صف صح لا اي 5 جنب هذه جنب ذا اي بي سي دي والله اني ما ادري صراحه حتى لو نرجع للفار هذا اخر ابغى الكاب والله يوم شفته قسم بالله انه قشعر جسمي قسم بالله الله يرضي عليك خرجتني طلعت عشان ثاني مره والله ما ادري تبين نحسب من كسبان يلا يلا احسب الكريدت احسب اللي عندك وانا احسب اللي عندي تقريبا من 550 الى 600 انا 500 يعني انا الكسبان هلا والله كسبت بارك 50 يعني طعم الكار يعني لو ما كسبت ما في كسبت ها لو ما كسبت ما في كسبت والله عاد في جلتش في التريد لو انك حاط الف كاب بالغلط بسم الله تخيل اقبل يمكن يجيب الغلط صراحة ما في فرق مرة يعني فالحمد لله يعني ما طلعنا بخسارة كبيرة طلعنا بخسارة شوي الحمد لله الشيء اللي فوق رأس هذا ما شلنا ما راح تشمه وخلاص والله الله ياخذ بيس كم جريت في قسم بالله يا يتخلني خليني اجرب خليني اشوف والله العظيم يوم سكت قلت اوف لا يكون صدق صحيح الله فوق بس هاي كم مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم لما انا استمتعت وكان ودي ان اخذ اغراض يعني بس عاد شو نسوي هيك العاد حظه ما شاء الله تبارك الله قال لك حظ مخيس من البدايه والله انك قايلها صح مع انه اول ثلاث ايتمات عيال كلها عنده ما تسوى بس سبحان الله انفجر الحظ خمس ايتمات قناه هيك بالدسكربشن كود الماب قناة هيكل بالدسكريبشن وموقعك تلقى اكستشينج تحت في الوصف اللي يبغى يشتري ايتمات سكوت بيسل لانه يخصم لك 3% يعطيكم العافية وانا راكم على خير في امان الله سلام